مامي الأغنية اللي احنا بنحبها. وكمان كان في جد وشنبان. اطلع برا، اطلع برا العربي، اطلع برا. عميل رقم 11 شباك رقم 4. تخيل يا صالح، ابويا تعبان ومسافر يعمل عمليه، يعني كلها ساعات يبقى بين ايدين ربنا. اقول له يسيب لي عربيه اروح واجي بيها ولا حتى فلوس ما يرضاش، يقول لي اركب ترميه علشان تنشف. انا مش فاهم يعني ترميه ايه اللي انا هركبه انا في الالفيه دي، وبعدين ايه اللي ممكن يحصل في الترميه يخليني انا انشف؟ انا مش فاهم. هو ابوك مش هيبطل النتانه دي؟ صالح انا ابويا مش نتن، انا ابويا بيخاف عليا. خاف عليك ايه يا عم؟ واحد معاه الفلوس دي كلها والشيك في بنك ويعمل في ابنه كده. اسمع مني، ابوك نتن. الله، صالح انا ابويا مش نتن. وبعدين لو سمحت احنا متفقين ما نهزرش بالاهل. طيب خلاص ما تزعلش، ابوك مش نتن يا سيدي، ابوك محفل. الله صالح يا عم، بهزر معاك ايه يا عمور؟ هوبا الحق الموز ده. اوه الحق 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 البطل ده. يا في ايه بتمسك نفسك؟ مشكله هتفضحنا. يا ابني عليا. مش مركز يا ابني. صالح البوعه كده راحت. يا راحت قبل انت هتمشي كده في البنك؟ مش طب اعمل ايه؟ الشفا تعمل ايه؟ انا شايفها ازاي؟ تعالى نشوف البتاعة دي. ايه ده، انت ذكي قوي ده صالح، برافو عليك والله. طب معلش ارفعني لان انا مش هطول دي. لا قرب كده، قرب اذن نفسك كده. طب اقول لك اقف على دي. بص صالح انت ازاي ذكي كده، انا عمري دي ما كانت تيجي في دماغي. انت حبيبي معلش يا روح. تمام كده؟ مبسوط كده ها؟ والله حضرتك تالت مرة أخش رقيب المنظر ده، وكل مرة أقول له عيب. يعني اتجوزوا يا أخي، اتجوزوا باللي أنتوا عاملينه في خلق الله، ده مش منظر أبدا. نور يا أستاذ صالح، بس بالهداوة، لأن البانجو ده جاحد قوي. جاحد على مين؟ عيب عليك يا عم جداف. على فكرة أنا ماليش في البانجو، أنا بس بشربه كده لما يهفني الشوق عليه. بس عادي هيهفك الشوق قوي عليه. روح. لا 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 لا، تعرف يا صالح أنا ما بشربش في الشغل. يا عم ده خفيف خالص، وشغل إيه؟ إحنا خمس ساعات ولا ست ساعات ونخلص، امسك فك فك. يا عم أنا أبويا لو عارف إن أنا بشرب هباب ده هيشلوحني. يا عم عليك وعلى أبوك، أبوك مسافر، فكنا بقى، امسك. انت متاكد انه خفيف؟ طيب جدا، ملوخيه تطلعت بلاستيك يا عم مجداف. زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط، انا بسال على قروض الاستثمار قصيره الاجل. ها انا هقدم على القرض ده وبعدين افتح محل حلواني، مخبز كده صغير في الدقي. الاوراق ايه؟ نشف شوية بس. أستاذك ممكن تطفى وتجيب كوباية مية من التلاجة اللي وراك دي بعد إذنك؟ مية؟ ما أجيب لك غدا يا أخويا أحسن. بعدين يا صالح، يا صالح أنا اتكلمت في طاقة. الراجل عنده حق يا صالح، ده ضيف عندنا. أستاذ ولي يجيب لك مية ويعني إيه ده؟ ده ضيف عندنا يا صالح. في إيه يا جماعة؟ إيه ده؟ معلش أصل أنا البنطلون مبلول وأنا ما بنشر بس عشان ينشف. بقول لك استاذ انا هعمل ميه لصالح، اعمل حراك ميه معايا هنا. وايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ هو ده مش بنك محترم؟ اشرب وكم. انا هروح بقى اقعد هناك عشان انا دقيقه بالظبط وههبل. يا لهوي. أمور حضرتك عايز حاجة؟ عاوز حاجة؟ ده تالت مرة بتسألني السؤال ده. معلش اسفين أمور، عايز أفتح محل مخبوزات وعايز أعرف إيه الأوراق المطلوبة بالظبط. تقولي اسم المحل إيه؟ مخبوزات نجوى. معلش سؤال بس، اشمعنى نجوى؟ اسم أمي. بعتزي بالاسم ده. بس يا عم بس يا عم، حضرتك اكيد اكيد يعني عملت دراسه نجوى عن الام. يا
طبعا طبعا حضرتك بقى في محل المخبوزات ده هبيع سميد وبسكوت محشي نجوى. لا 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 لا، في حاجه مش طبيعيه. انتوا مش شايفين ان انتوا زودتوها شويه يعني ولا ايه؟ الصراحه انتوا شاربين حاجه انت وهو يا فندم. هو احنا لو مش شاربين انا البس كده. يا نهار ابيض. تهدى بس ما تطورش الموضوع. لا انا مش ههدى ابدا وعمري ما هتراجع عن القرار اللي احنا اخذناه. استحاله. انا جاني فيه شكاوى كتير قوي. انا سمعت مره انه حاول يتحرش بمدام رشا. ايوه مظبوط فعلا يا فندم. يا ريت تكلمها كده وتسال عنها لانها هي بقى لها مده ما بتجيش البنك. كلمها كده وقول لها اي حاجه. طب ممكن تديني خمس دقايق جد؟ خلاص ارفضوا. ما انا رفضته كده كده. انا عايز اتكلم معاك بخصوص ملف السكيورتي سيستم. يا سيدي اتفضل. بص يا فندم، نظام السكيورتي الجديد الناس اللي هتركبه محتاجين 9 ايام عمل ابتداء من بكره، وبعد كده يحتاجوا يوم كمان عشان يجربوا فيه الاجهزه الجديده. المشكله بقى يا فندم ان اليوم اللي هيجربوا فيه الاجهزه الجديده دي السيستم فيها هيقع عندنا كله لمده 2 ساعة. وايه المشكله؟ لا طبعا مشكله يا فندم، بقول لك السيستم هيقع، يعني مفيش نظام امن، يعني لا في كاميرات مراقبه ولا اجهزه انذار، حتى الجهاز متوصل بالاسم، كل ده مش هيشتغل. عشان كده انا بقترح ان احنا نبلغ الاسم باللي هيحصل بحيث ان هم يبعثوا لنا قوات تامن البنك. ونبلغ الاسم ليه؟ احنا مش عايزين فضايح ولا جرسه ولا شوشره. دول 2 ساعة يعني محدش هيحس بحاجه. ايوه يا فندم 2 ساعة ودول مش قليلين، كمان الخزنه يوميها هيبقى فيها 15 مليون جنيه، وده مبلغ كبير ما نقدرش نتحمل مسؤوليته لا انا ولا انت. اسمع، احنا نسلم الفرع الرئيسي للبنك مفاتيح الخزنه يوم تشغيل النظام الجديد عشان نامن نفسنا. اللي تشوفه يا فندم. هو ده هيحصل امتى؟ الخميس 24. الخميس 24، اعتقد ده تاريخ ميلاد مدام رشا. اتاكد من داتها واقول لك. بسم الله يا فندم. بسم الله الله اكبر. هذه ايدك يا مرا، هذه ايدك يا فندم. ولما صرنا 10 سنين ولكم كرمال عيونكم كبرنا الجائزه وضعفنا وصارت 2 مليون دولار. مسابقه كل داون اليكم. انت بتعمل على الموبايل ايه يا ولد؟ انا ببعت للاغا. اغا؟ انت بتعرف اغوات يا واد؟ مصطفى الاغا ما بتاع مسابقه الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي انت فيه، بضيع فلوسك على المراجيح وشويه على المشاريع الفارغه وشويه على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح، وفاكر نفسك فهلاوي يا ابني. انت هبل وريالتك تملطش. هو جلب وموز لسه في منه في الثلاجه ولا خلص؟ والنبي ما في الثلاجه الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغل ايه بقى ماما؟ عم انا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خدت في ابنك يا رجاء، يا دي الشيله ويا دي الحطه، رحنا على جمل وجينا على بطه. واحده واحده بس يا حاجه، بطه ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. أكيد يوم واحد يجي فلوس مش شغل يا حبيبتي. أنا أول مرة أسمع إن في واحد يقعد في البيت زي النطة ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وإن شاء الله مرتبي هينزل أول كل شهر على الراوتر. الميزة بقى يا ماما في الإنترنت ده إن أنا هاخد مكافأة في عيد راس السنة المالية. لا مدام راس السنة المالية يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح، ما تقوم تفتح عشان تكمل شلة المعاتيه. بالراحة، بيوت الناس ليها حرمة. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمة.
يا صالح في ايه خير جايبنا على ملا وشنا؟ ايه ده بس عشان موجود ايه؟ اما جوه؟ يا حضرتك خش يا عم في ايه خش؟ السلام عليكم ازي حضرتك يا طنط اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر قمر قمر يا طنط. الا قول لي هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط كتر خيرك تسلمي. يلا يلا بينا خش 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 يلا نخش. ايه بس ثواني بس صندوق طبيخ الحاجه ده انا جعان قوي والله. يلا اسود انت بترمي السيجاره في الارض عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايه ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهولي؟ جرايه صالح انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش خش عليا يا عسل. عايز تضربني؟ جرايه ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. خلاص يا صالح. ايه ده صلي على النبي يا صالح. صلي على النبي يا صالح انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه صلي على النبي بس عايز ضيف برضه. وطي. لا انا اتضرب بالقلم. اوطي. لا وطي هات السيجارة. حاضر حاضر. ايه انت بتدهاني؟ روح ارميها في الزبالة. روح ارمي اهو ارميها في الزبالة اهو. خلاص 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 معلش يا صالح. خلاص بقى معلش خش على الاوضه. اجري على الاوضه اجري على الاوضه. يلا انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه ايه يا زقرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما؟ يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمرة ونغب على البنك واحنا كافلين بيها. انتوا كافلين بيها؟ انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقة، قلت هنستلف. عملية استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو احنا حرامية يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي. انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمة العدل يا نجم. تمام خد انت بقى ال 60,000 وايه بقى من الحوار ده؟ لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عمورة؟ 5 مليون نحطهم وضيعة في البنك هيطلعوا لنا 500,000 جنيه في السنة. نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنة. هيبقى معنا كام؟ ال 5 مليون الوديعة نقسمهم علينا بالعدل. أنا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ أنت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وأنا واخد كام؟ 4. يبقى اسمة العدل ولا لأ؟ سلامتك. شفت بقى؟ ولا أنت البنجو بتاع عم مجدف لحسك دماغك. أنا أسرق بنك؟ يا نهار أسود يا نهار أسود. أنا أسرق بنك؟ لا 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 انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس فلوس بجد مش فكه ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه بيقول هنسرق؟ اسم الله عليك. بيقول هنسرق. بالراحه بالراحه ده سوقي. ده اسمها استلاف. عمليه استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغايه بكره هفكر فيها وانتوا برضه تدوروها في مخكم كده. انا مش هدور حاجه في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك بس انت اللي اخترتها يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازم السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ تقروا انت اتجننت ولا ايه؟ امي بره ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت ويجا من مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. ها صالح هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش ده حرامي ممكن يبقى قتل قتله. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس خلاص مغاوري. قلنا معاكم بقى خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى خلاص كده اتفقنا. ها بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟
عندك انت يا عمرو مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع صالح، انا ابويا لو جه وعرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص بس عندي بلغ عننا. خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي بلغ عننا. خلاص بقى اعمل لنا قفله. يا سلام. انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل ما تنزل البول؟ خلاص يا عم ما تزعلناش. الله اللي قول لي هذا ابوك بعدين هنا على طول. ايوه يا ابني بيتنا. يعني انت هذا عمرو انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله؟ اللي قول لي يا عم ابوك قاعد قد ايه بره؟ 15 يوم يا زقر. حلو قوي قوي 15 يوم دي. نجيب هنا بقى ايه قاعده عربي وهنا شوايه عشان ايه؟ هو اللي حلو ايه هو قاعده عربي وشوايه ايه؟ بص يلا احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه، فما تزيطش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيت عمرك هنا. خلاص يا عم الله احنا قلنا حاجه؟ يقعد يقول لي تقضي معناتك وحياتك والكلام ده. اقعد ساكت بقى اقعد ساكت.